لأول مرة راح نحكي على أسعار الحواسيب المستعملة اللي هنا في الجزائر، وراح نتنقلوا مباشرة للمحل، أكبر محل عندنا اللي هنا في جيجل، وأفضل محل من حيث المعاملة، من حيث الأسعار، من حيث كل شيء. يعني الحاجة اللي تحوس عليها تلقاها، وزيد كاين توصيل ل 58 ولاية، يعني إذا شريت حاجة ولا توصلك حتى الباب دارك. من الاخر راح نروحوا مباشرة لهذا المحل ونشوفوا الأسعار تما. ليكيب راني أول مرة ندير الأسعار تاع الحواسيب، ادعمونا بلي لايك باش نكمل في هذا المحتوى بإذن الله، ماكم خاسرين والو. ليكيب ادعموني بلي لايك وانا نتهلا فيكم بالفيديوهات، ما نطولش عليكم نروحوا مباشرة للمحل. اصبر نسيت ما قلت لكمش حاجة، راح نخلي لكم لاباج نيميرو تليفون كل المعلومات نتاع هذا المحل رايحين تلقاوها في الوصف، رايحين تلقاو في هذا المحل اي حاجة متعلقة بالانفورماتيك، حتى انني والله يا ليكيب الكرسي هذا تاعي شريته من هذا المحل. اضربوا طلا ليكيب انا نتاكد يعجبوكم لي برودوي ويلا نبداو. ليكيب وصلنا لمؤسسه اس تي اس انفورماتيك، افضل محل اللي هنا في جيجل. كي تجيو لهنايا ليكيب الكونشوفالي سقسوا على مسجد عمر بن الخطاب، راهو قريب منه. ها هو لهنا افضل محل من حيث المعامله، من حيث لي بري، من كل شركه، يعني كل حاجه متعلقه بالانفورماتيك تلقاها فيه. ها هو لهنا ها اخونا محمد مع ليك اليوم هنا دوك يكمل برك ونقصروا معاه ان شاء الله. رانا في مؤسسه اس تي اس انفورماتيك مع خونا محمد، نقولوا له مرحبا بك. هو نورمالمون يقول لنا مرحبا بك. الله يسلمك يعقوب، مرحبا بك خويا العزيز، مرحبا بك. اليوم يا ليكيب راح نشوفوا خصوصا لي بي سي بورتابل للمستعملين ان شاء الله اللي هنا، راح نشوفوا لي بري تاعهم، ودوك يعرفنا شويه خونا محمد من المؤسسه نتاعو ان شاء الله. بون ليكيب مرحبا بكم خاوتنا كامل معنا هنا. يا راكم عند اس تي اس انفورماتيك، حنا ايتابليسمون مختص في الفونت ماتريال انفورماتيك بيوريتيك، كل حاجه متعلقه بالانفورماتيك تسيبوها عندنا ان شاء الله، سواء بي سي بورتابل، لينيتي، كونفيغ، لي زامبريمونت، تو كي كونسيرن اي حاجه تكون متعلقه بالمجال الاعلام الالي والمكتبي، مام البيروتيك لاشاز نخدموا كلش سوليسيون كاس. وراح تشوفوا دوك نوريكم على ليكيب كلش. اليوم خصوصا رايحين نحكيو على لي بي سي بورتابل اللي مستعملين، هادو اللي يحتاجوهم الناس، كالاكثريه الطلبه اللي يقراو كذا يحوسوا على لي بي سي اللي مستعملين هكذا باش يجيوهم لي بري طايح شويه ويدي حاجه مليحه. فوالا هكذا ليكيب هيا نبداو على بركة الله. بسم الله. بون ليكيب اليوم راح نشوفوا هادو اللي هنايا، وتلقاو ايضا في لاباج كل جديد. هاو اللي هنا وري لهم هذوك الثاني اللي من هيه، شوفوا من هيه راهي كاينه السلعه ليكيب، راح نخلي لكم لاباج نيميرو التليفون كلش راحين تلقاوها في الوصف، يعني تقدروا تضربوا طله وتعرفوا كلش واش كاين. انا راح نوري لكم شويه شويه باسكو الفيديو راح يجي طويل اصلا، نوريكم شويه شويه اللي كاين مع خونا محمد، هو على باله بلي بري واش فيهم، هو يقول لكم واش فيهم. هاي اللي هنا نبداو بهذا، ما كاش مشكل. هذا الدال، هذا ستاندال اي 5 7 جينيراسيون، 8 جيجا لا رام، 256 اس اس دي. هذا الفي يدير في 7 جينيراسيون يدير 59500 اي 5 7 جينيراسيون، 14 بوص لا طاي تاعو. دوزيام موديل هذا ستان اي 5 8 جينيراسيون، ستان 13.3 بوص، 8 جيجا لا رام 256، هذا يدير 60، هذا يدير 65000، 6 ملايين و 500 خاوتنا. معليش. هذا عندنا اش بي، سيلو اش بي 640 جي 2، لا ريفيرونس تاعو هذه هي، ستان اي 5 6 جينيراسيون، 8 جيجا دو رام، 256 اس اس دي، هذا يدير ب 53500، 5 ملايين و 350. نروحوا من هذا ليكيب، هذا نفسه، هذا وهذا نفسه، نفس الموديل. هذا ستيل اش بي 360 11 جي 2، هذا ستان كواد كور البروسيسور، لا رام تاعو 8 جيجا، ديسك دور 128 اس اس دي، ستان بي سي هذا تاكتيل يطبق 360 يولي كوم ان تابلت. فوالا هذا نورمالمون بخي تاعو دايرينو 38 3 ملايين. هذا الجماعه اللي يقراو الطلبه اكدنا عليه، فيه دوبل كاميرا، فيه كاميرا الفوق وعندو كاميرا لتحت. فوالا كي طبقوا ثاني الكاميرا تمشي ما شاء الله. هذا ليكيب، هذا الجماعه اللي يقراو الطلبه وكذا، يساعدهم بزاف في البحوث تاعهم باش يخدموا به وكذا، يعني ننصحكم به بزاف. الديزاين ديالو باهي بزاف ما شاء الله، تهزها في اليد تاع الجامعه بيان سور. معليش هذا نفسه، هذا هو نفسه. نروحوا لهنا دوكا، هذا ستا اي 5 14 بوص دال اي 5 8 جينيراسيون، 8 جيجا دو رام، 256 اس اس دي، هذا يدير 65000، 6 ملايين و 500. فوالا وعندنا موديلات اخرين، عندنا موديلات بزاف كما شفناها من هنا. اللي يحتاج حاجه معلومه ولا يحتاج شي حاجه، كاين كاينه ليكيب اللي يحتاج، كاينه لاباج لتحت باش تزيدوا تشوفوا لي برودوي الاخرين، ندور لهم واش كاين كلش. كاين عندنا لابريمونت بليزيور موديل،
في اللازر في الديسك جات هذا حكيت عليها المره اللي فاتت في التيك توك هذه الامورات ولقيت تساؤلات بزاف راح نزيدو نديرو دي فيديو عليهم ان شاء الله على بروش ندير لكم فيديو تفصيليه على لي زامبريمون كاين كلش لي ساكوش كاين كلش لاشاز عندنا البيروتيك وسي البيروتيك عديناه ثاني كاين لاشاز كيما اللي شريت انا ثاني لاشاز الناس اللي سقساوني في اللايف من وين شريتها وكذا هذا اللي شريت انا هذه هي داها من ياكوب وي هذه هي بيان سور عندنا البرودوي ماتوس حنا رانا ديستريبيتور تاعهم رانا ريبريزونطون تاع ماتوس فوالا عندنا بليزيور مارك في ليكرون لي كونفيغوسي عندنا بزاف كاين تاع الاوراس وعندنا تاع الازوس وكاين تاع مارس جيمنج وكاين تاع اليوم استضفنا خونا محمد فلاشان تاعي باسكو هو يعرف لي بري ويعرف الشيء اللي كاين لي زافورماسيون تاعهم باسكو كون نهضر انا على بالي بلي نطول من الاخر ما كاينش مشكل خونا ياكوب بارك الله فيك عندنا لي بواسي ثاني بليزيور موديل فارغين مركبين كيما حبيت خويا العزيز ومرحبا بكم وراه يوجد ايضا في واحد السيت تاع ليكيب تاع لي كونفيغ يعني تولي تدخل للسيت توجد الكونفيغ تاعك ولا تشري اي حاجه حابها تركب لهنا وتوصلك لعندك حتى للدار ما كانش مشكل كاين كلش هاو لهنا هذيك اللي سقسيتوني عليها هاي الفوق كما هذه اللي درنا عليها مسابقه ايضا راهي متوفره الناس اللي سقساوني هاي الفوق راهي متوفره مازالت متوفره هاي اللي هنا هذه راح نبعثوها راني جبتها له اليوم باش نبعثوها للفائز في المسابقه ماشي مشكل ياكوب خويا نبعثوها ماشي مشكل وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ليكيب اللي عجبوا النوع هذا من الفيديوهات تاع نخرج للمحلات وندور قولوا لي في لي كومونتار وخليوا لي لايك تاعكم هكذا نواصل في هذا المحتوى باذن الله بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد سلام